السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعضاء وزوار موقع دروسنت دوت كوم. مرحبا بكم في دورة جديدة بإذن الله، دورة سي اس اس. اليوم بإذن الله سأتحدث معكم يعني كمقدمة في دورة سي اس اس. الحمد لله قمنا بإتمام دورة اتش تي ام ال و اتش تي ام ال 5 بنجاح. شرحنا في 20 درس. يمكن لك متابعة الدورة عبر الدخول إلى موقعنا دروسنت دوت كوم، ستجد دورات متاحة، ستجد في القائمة وستجدها أيضا هنا دورات متاحة، دورة HTML برمجة وتصميم المواقع. ادخل وتابع الدورة. دورة CSS يعني قبل أن أتطرق يعني إلى شرح إلى البدء في مقدمة عن CSS، سأدعوكم للانضمام إلى صفحتنا في الفيسبوك عبر الرابط التالي facebook.com/drusnet1، ثم على الرابط التالي facebook.com/professional.web1. جيد. سبق لي وأن يعني قمت بكتابة بوست على بروفايل في الفيسبوك، يعني أخبرتكم يعني اتفقنا على اتفاق واحد، وهو أني إن كنتم تريدون يعني استمراري في وضع الدروس، لأنه أقوم بوقت يعني يعني لأضع دروس يجب أن أخصص لهم وقت، يجب أن أحضر لدرس، يجب يعني الكثير من الأمور، وهذا يعني فقط لإفادتكم. والكثير يتابعون الدورات لكن لا ينشرون الدورات، لماذا لا يتم نشر الدورات؟ الله أعلم. المهم، إن كنتم تريدون أن أستمر معكم في وضع دروس وشروحات، يجب عليكم أن تساعدوني أنتم أيضا في نشر في النشر. يعني مجرد أضع درس، قمت ب يعني مشاهدة الدرس، انشره ليراه أصدقائك ولكي تساعد مدونة دروس نت أيضا على الانتشار. هذا كاتفاق. سأرى هل هذا الدرس سينشر أم لا، يعني سأنتبه لما أقوله. الآن دون أن أطيل عليكم، CSS هذه اللغة، يعني في الأول تعلمنا لغة HTML، لغة HTML التي قمنا يعني بالتحدث، يعني ليست لغة برمجة، HTML ليست لغة برمجة، يعني قمنا بشرح هذه الأشياء. ثم أيضا CSS ليست لغة برمجة أيضا، هي مختصة بالمظهر. مثلا تقوم بالدخول إلى موقع دروسنت.com أو أي موقع، يعني كما تلاحظ معي هنا يوجد تناسق، يوجد هنا لوجو كما تلاحظ، يوجد هنا إعلان، يوجد هنا قائمة يعني كولور، يوجد صور، يوجد يعني لا، هذا الشيء المزين يسمى هو يعني سأضع سورس، ستلاحظ معي سورس، ستلاحظ معي هنا أكواد خاصة، يعني ب أكواد خاصة ب، سأشرح لكم أكثر. سأفتح يعني هارد ديسك، سأدخل إلى، سنلتقي بعد أن أخذ أحد الملفات لكي أشرح لكم. عدت إليكم. كما تلاحظ معي هذه صفحة يعني قمت بتصميمها فقط لأوضح لكم الفكرة. لاحظ معي صفحة يوجد فيها CSS. سأقوم بنزع CSS في الصفحة، وسترى كيف ستصبح الصفحة. سأقوم بنزع CSS وسأترك ال HTML فقط. سأضع تحديث للصفحة. لاحظ معي الصفحة بعد أن تم نزع CSS، وسأرجعه، ستلاحظ الصفحة. يعني CSS مختصة في المظهر، يعني وضع قوائم، وضع صور، يعني ويعني الشيء الجميل يعني فكرة CSS أنها تقوم بفصل التنسيق عن المحتوى. كيف ذلك؟ يعني أنا في كما تلاحظ في صفحة الـ HTML تضع فقط يعني يعني تضع هيكلة الصفحة بالـ HTML، ثم يعني التصميم واستدعاء الصور وغيرها. أين يتم وضعه؟ يتم وضعه داخل ملف
سي اس اس، يعني ان كنت تريد التعديل عن صورة، عن يعني لن تحتاج التعديل عن الصفحات، بل ستحتاج فقط التعديل في ملف سي اس اس. يعني ويعني في هذه الدورة ايضا سنستعمل برنامج نوت بيد الذي تم شرحه، يمكن لك متابعة شرح برنامج نوت بيد بالبحث في قناتي او بالبحث داخل المدونة شرح تحميل برنامج نوت بيد. ثم سنبدأ بإذن الله في الدرس الأول، يعني لأني الفيديوهات لن أضع كل يوم، لن أضع فيديو، بل سيتم هناك فترة أضع فيها فيديو يعني كشرح، وأيضا لترك مدة أو يوم أو يومين لتطبيق الدرس وفهمه أكثر. إلى هنا ينتهي درسنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى زيارتنا على الموقع الرسمي دروسنا.com، ولا تنسى نشر الموضوع والنقر على زر لايك إن أعجبك الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان معكم الأخ حميد أمومن من موقع دروسنا.com.